طيب نروح بقى الخبر في إطار مختلف تماما، خبر يخص ميار شريف اللي تقدمت المركز 72 في التصنيف العالمي لمحترفات التنس برصيد 1014 نقطة. قدرت ان هي تتقدم 24 مركز في التصنيف طبعا بعد ما حققت لقب بطوله المانيا الدوليه بعد ما فازت في مباراه هذه البطوله النهائيه على منافستها الايطاليه. وطبعا ميار شريف تعتبر هي اول لاعبه مصريه في التاريخ تدخل قائمه افضل 100 لاعبه في تصنيف محترفات التنس، شيء مشرف جدا. وعايزين بقى النماذج دي يتم استنساخها، عايزين ابطالنا ينتشروا في كل الرياضات. هي مثال محترم جدا وبنتمنى لها اكيد التوفيق في كل المباريات اللي جايه.